بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد بركات، هنكمل معاكو مادة المؤسسات التسويقية المقررة على طلاب دبلوم التسويق الفرقة الثانية، وهنشرح المحاضرة الخامسة واللي موضوعها الترويج أو المزيج الترويجي. بنشوف هنا النقطة الأولى في موضوع الترويج اللي هي مكونات المزيج الترويجي، وطبعا عندنا هنا ست مكونات. المكون الاول اللي هو الاعلان، ومعناه تقديم معلومات عن المنتج وعن المنظمة التي تقدمه في وسيلة او اكتر من وسائل النشر المختلفة، وذلك نظير دفع مقابل. طبعا وسائل النشر المختلفة دي زي الجرائد والمجلات والاذاعة والتلفزيون والانترنت. المكون الثاني اللي هو البيع الشخصي، وهو قيام مندوب البيع باقناع العميل بشراء المنتج. المكون الثالث اللي هو البيع المباشر، وهو البيع من خلال التليفون والانترنت. المكون الرابع اللي هو تنشيط المبيعات، بيشمل إقامة المعارض والمسابقات وتقديم الخصومات والهدايا والعينات المجانية بهدف زيادة مبيعات المنظمة. المكون الخامس اللي هو النشر، وهو تقديم معلومات عن المنتج وعن المنظمة التي تقدمه في وسيلة أو أكثر من وسائل النشر المختلفة بدون دفع مقابل. وهنا لو رجعنا للتعريف بتاع الإعلان، هنلاقي إن هو نفس تعريف النشر، بس مع اختلاف إن الإعلان بيكون بمقابل، أما النشر فبيكون بدون مقابل. ولو خدنا مثال على موضوع النشر، هنفترض إن أنا مثلا طبيب مثلا، وعايز أعمل إعلان عن أو نشر عن العيادة بتاعتي، فممكن أستعين بأحد أصدقائي، ممكن يكون ليا صديق صحفي في جريدة، أو ممكن يكون مقدم برنامج تلفزيوني معين، وممكن إن أنا أطلب منه إن هو لو كان صحفي يعمل ينشر خبر عن العيادة بتاعتي أو المستشفى بتاعتي في الجورنان كويس، أو ممكن لو صديقي مقدم برنامج ممكن يستضيفني في هذا البرنامج، وإن أنا أبتدي أتكلم عن المستشفى أو العيادة اللي أنا بمتلكها كنوع من النشر يعني. فهنا طبعا بنقول إن الإعلان بيكون بمقابل، أما النشر بيكون بدون مقابل. بالنسبة للإعلان بنعتبره أنه أقل مصداقية، يعني الناس ما بيصدقوش قوي. ليه؟ لأن المعلن هو الشركة صاحبة المنتج، المعلن هو الشركة صاحبة المنتج، بينما النشر يعتبر أكثر مصداقية، الناس بتصدقه لأن الناشر هو طرف محايد مثل مقدم برنامج تلفزيوني معين أو صحفي في جريدة معينة. الفرق الثالث ما بين الإعلان والنشر إن الإعلان أنا كمعلن أو كشركة بقدر أتحكم في محتوى الرسالة الإعلانية وفي توقيت وتكرار عرضها، بينما في النشر يصعب التحكم في محتوى الرسالة الإعلانية وفي توقيت وتكرار عرضها. نيجي آخر مكون من مكونات المزيج الترويجي أو مكونات الترويج، اللي هو العلاقات العامة، وهو الجهود التي تبذلها إدارة المنظمة لبناء علاقات جيدة بينها وبين الجمهور، واللي يهمنا أكتر في هذا الجمهور اللي هو العملاء. هنا بنشوف عناصر عملية الاتصالات التسويقية. عندنا العنصر الأول اللي هو المرسل، اللي هي الشركة المعلنة، وبعدين العنصر الثاني اللي هو الرسالة والمقصود بيها محتوى الإعلان. العنصر الثالث اللي هو الوسيلة، وسيلة نقل الرسالة الإعلانية اللي هي وسيلة النشر، وبعدين المستقبل اللي هو العميل، ورد الفعل اللي هو رد فعل العميل اللي هو استجابة العميل للإعلان إما بالشراء أو عدم الشراء. هنا بنشوف محددات اختيار المزيج الترويجي أو العوامل المؤثرة على اختيار المزيج الترويجي. طبعا أول محدد أو أول عامل اللي هو طبيعة المنتج، وعندنا هنا بنشوف إذا كان عندنا المنتج استهلاكي ففي الحالة دي بيفضل استخدام الإعلان، وإذا كان المنتج صناعي فيفضل استخدام البيع الشخصي. العامل الثاني أو المحدد الثاني اللي هو طبيعة السوق، إذا كان عندنا السوق عندنا عبارة عن مستهلكين نهائيين ففي هذه الحالة يفضل استخدام الإعلان، أما إذا كان السوق بيشمل المشترين الصناعيين ففي هذه الحالة يفضل استخدام البيع الشخصي. العنصر الثالث أو المحدد الثالث اللي هو استراتيجية المنتجات والأسواق، فكلما تنوعت المنتجات والأسواق كلما تنوعت أشكال الترويج. كذلك المحدد الرابع اللي هو الموارد المتاحة، فكلما تنوعت الموارد المتاحة
كلما تنوعت أشكال الترويج المستخدمة. المحدد الخامس اللي هو المنافسة، كلما اشتدت المنافسة في السوق كلما تنوعت أشكال الترويج المستخدمة. المحدد السادس اللي هو استراتيجية الترويج، إذا كنا بنعتمد على استراتيجية الجذب ففي هذه الحالة يفضل استخدام الإعلان، أما إذا كنا بنعتمد على استراتيجية الدفع ففي هذه الحالة يفضل استخدام البيع الشخصي. المحدد السابع والأخير اللي هو دورة حياة المنتج، عندنا في أول مرحلة اللي هي مرحلة التقديم، ففي هذه الحالة تكون الأولوية للإعلان ثم لتنشيط المبيعات. في مرحلة النمو تكون الأولوية للإعلان ثم البيع الشخصي، وفي مرحلة النضج تكون الأولوية للبيع الشخصي ثم للإعلان، وفي مرحلة التدهور تكون الأولوية للإعلان ثم تنشيط المبيعات. بنشوف هنا استراتيجيات الترويج، وعندنا هنا في استراتيجيتين أساسيتين، الاستراتيجية الأولى اللي هي استراتيجية الجذب أو الإعلان، والاستراتيجية الثانية اللي هي استراتيجية الدفع أو البيع الشخصي. استراتيجية الجذب أو الإعلان أنا بشبهها بإيه؟ بعملية صيد السمك. بفترض إن الصياد هنا اللي هو المنظمة أو الشركة، والسمكة هنا اللي هي العميل. فطبعا هنا بيقوم المنتج بجذب المستهلك لشراء الماركة عن طريق الإعلان عن الماركة، ويقوم المستهلك بطلب الماركة من تاجر التجزئة، ويطلب تاجر التجزئة الماركة من تاجر الجملة، ويطلب تاجر الجملة الماركة من المنتج أو المصنع. في استراتيجية الدفع بقى أو البيع الشخصي، يقوم المنتج بإقناع تاجر الجملة بشراء الماركة عن طريق مندوبي البيع لدى المنتج، ويقوم تاجر الجملة بإقناع تاجر التجزئة بشراء الماركة، وذلك عن طريق مندوبي البيع لدى تاجر الجملة، ويقوم تاجر التجزئة بإقناع المستهلك بشراء الماركة، وذلك عن طريق مندوبي البيع لدى تاجر التجزئة. بنشوف هنا خصائص وأهداف الإعلان. النقطة الأولى أن الإعلان جهود غير شخصية موجهة لجمهور المشاهدين، وأن الإعلان نشاط مدفوع الأجر، أي يتم تصميم وتنفيذ الإعلان بمقابل تدفعه الشركة لوكالة الإعلان، وأن الإعلان يروج للسلع والخدمات، وأن الإعلان يهدف إلى إقناع المستهلك بالشراء، وأن المعلن شخص محدد ومعروف، وأن الإعلان يوفر معلومات عن المنتجات والمنظمات بهدف خلق انطباع جيد عنهما، وأن الإعلان يهدف إلى استمالة الطلب وزيادة المبيعات والأرباح. هنا بنشوف أنواع الإعلان. النوع الأولاني اللي هو الإعلان الإخباري، والإعلان الإخباري طبعا هو الإعلان اللي بيهدف إلى تعريف العملاء بالمنتج. في النوع الثاني اللي هو الإقناعي، الإعلان الإقناعي، وهو الإعلان اللي بيهدف إلى إقناع العملاء بشراء المنتج. في عندنا الإعلان برضك اللي هو التذكيري، وهو الإعلان اللي بيهدف إلى تذكير العملاء بالمنتج. في إعلان أولي، وهو الإعلان اللي بيهدف إلى خلق أو بناء طلب على المنتج. في الإعلان اللي هو الانتقائي، وهو الإعلان اللي بيهدف إلى خلق أو بناء الطلب على ماركة معينة للمنتج. في إعلان اللي هو التعامل، وهو الإعلان اللي بيهدف إلى تشجيع العملاء على التعامل مع متجر معين. في الإعلان اللي هو المسموع زي إعلانات الإذاعة. في إعلانات أو إعلان مسموع ومرئي زي إعلانات التلفزيون والإنترنت. في إعلان مقروء زي إعلانات الجرايد والمجلات. في إعلان محلي اللي هو بيغطي محافظة معينة أو ولاية معينة. في إعلان قومي بيغطي دولة معينة. في إعلان دولي بيغطي أكتر من دولة. في إعلان استهلاكي، وهو الموجه إلى المستهلكين النهائيين. في إعلان صناعي، وهو الموجه إلى المشترين أو المستعملين الصناعيين. في إعلان تجاري، وهو الموجه إلى التجار. في إعلان مهني، وهو الموجه إلى أصحاب المهن مثل الأطباء. هنا بنشوف طرق تحديد مخصص الإعلان أو ميزانية الإعلان. الطريقة الأولى اللي هي نسبة من المبيعات الفعلية أو الحالية،
طبعا هنا انا بشوف قيمة المبيعات الحالية بتاعتي كام، ولتكن مثلا 100,000 جنيه، انا بختار مثلا احدد نسبة منها اللي هي 10%، يبقى 10% من 100,000 جنيه هتساوي 10,000 جنيه، يبقى مخصص الاعلان او ميزانية الاعلان بتساوي 10,000 جنيه. في طريقة تانية اللي هي طريقة نسبة من المبيعات المتوقعة او المستقبلية، انا بقدر مثلا المبيعات المتوقعة بتاعتي في السنة القادمة كام واحسب نسبة منها، قد تكون هذه النسبة 5% او 10% او 15% حسب ما بحدد. في بعد كده الطريقة الثالثة متوسط الانفاق خلال السنوات الماضية، ممكن اخد اخر 5 سنين عندي اشوف الانفاق كان فيهم كام، السنة الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والاولى، الخمس سنوات دول انفاقهم كل انفاق في كل سنة، واجمع الانفاق على مدار الخمس سنوات دول واقسمهم على 5 واطلع متوسط الانفاق خلال السنوات الماضية. في طريقة رابعة اللي هي النصيب السوق المستهدف، فمثلا اذا كان النصيب السوق المستهدف 20% فيجب انفاق 20% من اجمالي المبالغ المنفقة على الاعلان على مستوى الصناعة او على مستوى جميع الشركات اللي بتعمل في الصناعة اللي انا بشتغل فيها. في بعد كده طريقة خمسة اللي هي العائد على الاستثمار، وانا بقيس العائد على الاستثمار في الاعلان عن طريق ان انا بقسم الربح المحقق من الاعلان على تكلفة الاستثمار في الاعلان. في طريقة ستة اللي هي التوازن الحدي، في هذه الحالة انا بقول يجب الصرف على الاعلان حتى يصبح الوضع كالاتي، ان قيمة المبيعات المحققة من الاعلان تساوي تكلفة الاعلان. في ممكن اصرف على الاعلان او احدد مخصص الاعلان او ميزانية الاعلان على اساس انفاق المنافسين، فبشوف مثلا متوسط انفاق المنافسين على الاعلان كام وحدد بناء عليه ميزانية الاعلان بتاعتي. في برضك ميزانية الهدف او المهمة المطلوب تحقيقها او انجازها، في كذلك الميزانية الممكن تحملها، وفي كذلك مزيج من الطرق السابقة. شو بعد كده مراحل الاعلان، المرحلة الاولى اللي هي جذب الانتباه، المرحلة الثانية اثارة الاهتمام، المرحلة الثالثة خلق الرغبة، المرحلة الرابعة الاقناع بالشراء، المرحلة الخامسة اللي هي الحث على الشراء. طبعا في نموذج هنا اسمه ايديا، AIDA، طبعا ايديا ده اللي هي بتمثل مراحل الاعلان. طبعا A بتمثل او بتشير الى الاتنشن اللي هو الانتباه، الاي بتشير الى الانترست اللي هو الاهتمام، الدي بتشير الى الديزاير او الرغبة، الاي بتشير الى الاكشن او الشراء. نخش بعد كده على صفات رجل البيع الناجح، فطبعا الصفة الاولى قوة الشخصية والتواضع، برضك في صفة الحماس والهدوء، في الاقتناع باراء العميل والاقناع بارائه، في الجدية والابتسام، في الصبر على العميل، في اللباقة وحسن التصرف، في أناقة الملبس. نشوف هنا أنماط رجال البيع أو مندوبي البيع. طبعا النمط الأول اللي هو رجل البيع متلقي الطلبات واحد واحد، وطبعا لازم نفهم يعني إيه واحد واحد. طبعا الدرجة الأولى اللي هي بيسميها درجة الاهتمام بالصفقة، ودرجة تانية اللي هي درجة الاهتمام بالعميل. فهنا واحد واحد يعني هنا درجة الاهتمام بالصفقة، درجة اهتمام مندوب البيع بالصفقة واحد، ودرجة اهتمام مندوب البيع بالعميل واحد. يعني هنا اهتمام منخفض بالصفقة واهتمام منخفض بالعميل، ده بيسموه رجل البيع متلقي الطلبات، وده بنسميه النمط السلبي. النمط الثاني اللي هو رجل البيع ذو العقلية البيعية الجامدة 9-1، يعني درجة الاهتمام بالصفقة، درجة اهتمام مندوب البيع بالصفقة 9، ودرجة اهتمام مندوب البيع بالعميل واحد. هنا العميل اللي هو مندوب البيع بيركز على الصفقة بشكل أكبر من اهتمامه بالعميل. في بعد كده رجل البيع صديق العميل اللي هو درجة الاهتمام بالصفقة واحد، ودرجة الاهتمام بالعميل 9. هنا طبعا رجل البيع أو مندوب البيع بيركز على الاهتمام بالعميل أكتر من اهتمامه بالصفقة أو بإتمام الصفقة. يعني في هنا رجل البيع ذو العقلية البيعية مرنة 5-5، يعني 5 الأولانية درجة الاهتمام بالصفقة، والخمسة الثانية درجة الاهتمام بالعميل، وده هنا بيهتم رجل البيع أو مندوب البيع بالصفقة وبالعميل بشكل متوسط للاثنين. وفي بعد كده رجل البيع حلال العقد والمشاكل 9-9، وهو رجل البيع أو مندوب البيع اللي بيهتم
بإتمام الصفقة مع العميل بدرجة 9 وبيهتم بالعلاقة مع العميل بدرجة 9، وده يعتبر النمط الأمثل. يعني في بعد كده وظائف رجل البيع، طبعا تحليل ودراسة السوق، البحث عن الفرص البيعية، الاتصال بالعملاء، تقديم النصائح والإرشادات، عقد صفقات البيع، مراجعة مواقف العملاء، تعريف وحل مشكلات البيع. هنا بنشوف أسئلة على المحاضرة الخامسة. فالسؤال بيقول وضح أسباب ومبررات صحة العبارات الآتية. طبعا المطلوب مننا في العبارات دي ان هنا العبارات دي اوريدي هي طبيعي ان هي صح، دي حقائق تسويقية. المطلوب منك انت تعلق على هذه الحقائق وتشرح هذه الحقائق، لكن العبارات اصلا طبيعي هي هنا صحيحة، مطلوب منك التعليق عليها على صحتها دي. فبنشوف هنا اول عبارة بتقول توجد استراتيجيتان اساسيتان للترويج لمنتجات المنظمة. العبارة الثانية توجد عدة طرق لتحديد ميزانية الإعلان. العبارة الثالثة توجد 5 أنماط لمندوبي البيع أو لرجال البيع في المنظمة. العبارة الرابعة توجد 7 محددات أساسية تؤثر على اختيار المزيج الترويجي للمنظمة. وبكده أكون انتهيت من شرح الموضوع الخامس في مادة المؤسسات التسويقية، واللي كان بعنوان الترويج.